السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع حاتيم، برنامج للنقاش للدردشة. في هذه الحلقة غادي ندردشوا حول موضوع منح الموافقة الأولية من وزارة الطاقة المغربية لواحد الشركة بريطانية للقيام ببناء وتشغيل أنبوب نقل الغاز اللي غادي بلغ طول ديالو 120 كيلومتر وبقطر 50 سنتيمتر باش يوصل الأنبوب اللي معروف ديال المغرب اوروبا، اللي كيجي من الجزائر وكيوصل حتى لاوروبا، كينقل الغاز الجزائري عن طريق الاراضي المغربيه. غنهضروا ايضا على احتمال ضغط المغرب بعدم تجديد عقد نقل الغاز مع الجزائر الى اوروبا، كيفاش وعلاش. غنعطيوك تفاصيل كامله، لان العقد ديالهم غادي يسالي في 2021، وكاين بزاف ديال القيل والقال حول هذا الموضوع، نظرا كما نتوما عارفين التصريحات ديال رئيس الجزائر السبيانيه، واللي كتحرض على قطع كل العلاقات الباقية بين البلدين، واللي الهدف ديالها كما نتوما عارفين وقلت شحال من مرة هو استمالة الرأي العام الجزائري، وأنهم يلهيوهم بهاد المواضيع الخارجية ومبايعة ضباط فرنسا، لأن هذاك الرئيس منين خرج بهذوك الخطابات العدوانية ضد المغرب ما كانش شي مفاجأة كبيرة، ولكن فقط هو باش يبين للضباط والجنرالات بأنه راه موالي ديالهم. غنهضرو ايضا على احتمال تغيير عقد الجزائر وتعويضه بعقد نيجيريا اوروبا. يا خوتي كما كتسمعوا المغرب كيقلب على واحد العقد جديد بين نيجيريا واوروبا. المهم بقاو معنا حتى الاخر باش تفهموا مزيان الامور لانها متشابكه، وغنحاول نبين لكم ان الاقتصاد الجزائري في خطر، والرئيس ديالو واش لا يدرك هذا المشكل اللي غادي يجي ليهم، ولا تيديروا بالعاني باش يبقاو هما في الحكم. يعني انك تلهي الشعب ديالك بالقضيه الفلسطينيه والقضيه المغربيه والقضيه الليبيه او ما يسمى ببوليزاريو، يعني هنايا كتضرك الحقائق كما تنقول، ما كتصارح الشعب بالمشاكل الاقتصاديه اللي غادي تواجهك من هنا 11 سنين ولا 15 عام. فالوقت هو لتكتلات السياسيه والاقتصاديه وحفظ استقرار المنطقه، والعهد ديال فيدل كاسترو وديال جمال عبد الناصر وديال الاتحاد السوفيتي وديال الشيوعيه القديمه اكد بالفعل انه نظام فاشل وانتهى منذ عقود، فلا مجال للايديولوجيات في هذه الوقيته هذه. الا لاحظتوا كل الحروب اللي كاينه دابا هي حروب اقتصاديه بحته، يعني ما كيقلبوش الناس على الايديولوجيه ولا على علاش هاد الناس عندهم نظام ملكي. وانت مالك شنو بغيتي تحيد النظام الملكي؟ راه ما يمكنش تحيد النظام الملكي، راه النظام الملكي عنده قرون. المهم نبداو على بركه الله، هاد الانبوب الجديد غيوصل كيف ما قلنا، غادي يوصل الانبوب اللي كاين من اللي دايز من الجزائر وغيدوز من المغرب وكيوصل لاسبانيا. الشركه البريطانيه حاليا تتفاوض مع وزاره الداخليه والطاقه باش ياخذوا عقد ايجار طويل الامد للانبوب، يعني من غير الاستغلال ديال دوك ديال الغاز اللي كاين في المغرب. فالغاز ديال منطقه تندراره غادي يولي يمشي من واحد الانبوب طول ديالو 120 كيلومتر باش يوصل للانابيب ديال اللي مصاوبه ديال المغرب اوروبا، انابيب الغاز ديال المغرب اوروبا اللي كدوز اللي كتجي من الجزائر وكدوز من المغرب وكتمشي حتى لاسبانيا. كنتمنى من الله ان المسؤولين اللي غيديروا الاتفاق ما يطولوش المده ديال الايجار ديال هاد الانابيب باش ما نتقلبوش، وباش تبقى عندنا القدره على المراجعه ديال هاد العقود. يعني وقت ما بغينا مثلا نزيدوا الثمن، او كاين شي مثلا شي شركات جدادين من شي دول اخرى بغاو يدوزوا الانبوب ديالهم، نقدروا نتفاهموا معاهم يعطيونا ثمن اكثر، يعني نشوفوا الصالح ديال الوطن. المهم كاين نسبه كبيره غتغطي الاستهلاك المحلي ديال الغاز، والباقي غادي يتصدر لاوروبا. هاد الشركه غتخلص تقريبا 12 مليار ديال متر كوب ديال الغاز واكثر، وايضا غيخلصوا كراء الانبوب اللي غيدوزوه لاوروبا. يعني هذوك الانبوب راه ما تيكونش مجاني، كيخلصوا المغرب كما كدب مثلا الجزائر كتخلص المغرب منذ 22 سنه على ان تنقل الغاز من هذوك الانبوب. لكن في التطورات الاخيره والتصعيد اللي شفتو نتوما المجاني من طرف الرئيس الجزائري، كنتمنى صراحه كنتمنى خالصا ان المغرب ياخذ قرار جري وما يعاودش العقد مع الجزائر، او يفرض ان ملف الصحراء يتحط في الطاوله باش نعاودوا الكونترا ديال الكراء ديال الانبوب الغاز. فبارك علينا من سياسه ديال الاعتدال، ضروري نديروا الضغط على حكماء الجزائر الذين يفكرون فقط في تسمين البوليزاريو. يعني الفلوس ديال المراير كتدخل الجزائر ولكن ما كتبانش في الشعب الجزائري، يعني الجزائر خصها تكون من اغنى واقوى الدول واحسن الدول في افريقيا، وكتعتبر الجزائر بالنسبه لبزاف ديال الدول في افريقيا خاصه وفي العالم انها بقره حلوب،
علاش؟ لانها كتحصل على اموال طائله من طرف الجزائر مقابل اعترافها بالجمهوريه الوهميه ديال بوليزاريو. وانتم كما عارفين المداخل ديال البترول الجزائري راه غاده في لاشوت، غاده في الانخفاض الشديد. فابتداء من 1990 بدات ابار النفط كتراجع في المردود ديالها، وكيقدروا انها غادي تجف، ما غيبقاش فيها البترول حسب الاخصائيين. اللي القديره معروفه في الجزائر، ماشي حاجه جديده، غادي يجفوا في 2030. وحاليا الجزائر شنو كدير باش ما تنقصش المداخل ديالها السنويه اللي كيتقدروا تقريبا اكثر من 500 مليار. تصوروا معايا دوله كتدخل اكثر من 500 مليار دولار وما بينش على الشعب ديالو، يعني هاد الاموال فين كيمشيو؟ حاليا الجزائر كتعتمد على الغاز باش يوازنوا المداخل اللي كتدخل كل سنه للبلاد، وكتخفض من انتاج النفط. علاش كيخفضوا من انتاج النفط؟ باش يطولوا مده ديال الاستخدام. يعني مثلا في ان غادي تحبس في 2030، غادي نقصوا هذيك الصادرات اليوميه ديال البترول، وغادي تولي 2040 مثلا او 2035. ولكن كتاخر غير واحد المشكل، انه واحد الوقيته غادي يبقى ما يحبش، غادي يحبس لك المنتوج وما يبقاش عندك تصدير ديال البترول. وكيف ما كلشي عارف في الجزائر ما كاينش اقتصاد متنوع، وكل المداخل ديال تقريبا الجزائر وكذا وكذا 90% اكثر من 90% هما من جوف الارض فقط. يعني ما كاينش لا سياحه، ما كاين لا اقتصاد الشركات، ما كاين لا مجالات اخرى، ما كاينش شي حاجه قويه اللي تقدر تعوض مثلا المداخل من الثروات الباطنيه ديال الارض. المهم هذه فرصه للضغط وتلقين الحكومه ديال الجزائر درس في حسن الجوار والدبلوماسيه، لان جنرالات وضباط فرنسا ما تيهمهمش الشعب ديالهم، اللي كيهمهم هو انهم يبقاو وانهم يسرقوا الاموال ديال الشعب، وانهم يصرفوا على البوليزاريو، وانهم يعطيو الدول اللي في افريقيا اموال طائله باش تعترف بواحد القضيه وهميه. هادشي كامل علاش؟ غير معاداه للمغرب والنظام ديالو، وايضا باش يولي عندهم هما واحد الدويله صغيره تابعه ليهم اللي غيستافدوا منها، اللي غادي يكون عندهم مخرج للاطلنطي، وايضا غادي يستافدوا من الثروات اللي عندهم. وهذا راه من المستحيلات السبع. لانه علاش؟ لانه المغرب راه في بلادو، والصحراء راه في الصحراء، في الصحراء ديالو، وما غايمكنش يخرج منها. راه واخا ما عرفتش شنو يطرا، ما غاديش يمكن. والتصاريح السبيانيه ديال عبد المجيد فهي ماشي شي حاجه مفاجئه، زعما ماشي حاجه جديده، او يعني اي رئيس كيخرج خصو ضروري يدير البيعه لضباط فرنسا، وهي استمراريه اللي كيديروا اللي داروه ضباط فرنسا من يستولوا على الحكم وما خلاوش الاستقلال في الجزائر يكمل. خاص السياسه المغربيه تخرج النيب ديالها في هذا الموضوع، وكيف ما تيقولوا كبرات صغار، يضغطوا عليهم اقتصاديا ياك هما ما بغاوش يفتحوا الحدود، وحنا ما كنحتاجوش الجزائر في حتى شي حاجه. ايوا صافي، حبسوا حتى داك الانبوب، نديروا المنطقه ديال الحدود محبوسه، نحبسوا حتى الانبوب حتى ونحبسوا، باش تزيد تنقص لهم الكميه المصدره وتضعف التنافسيه ديال الجزائر، وايضا نسحبوا حتى المقترح ديال الحكم الذاتي اللي كاين في الامم المتحده. حنا راه في الصحراء ديالنا، واللي بغى شي حاجه يدير مقترحات ويجي يطلبنا نهضروا معاه ويتواصل معنا. خاص المغرب يسد الباب، لانه ما حد كفاتحو الاخرون كيبغيو يزيدوا ياخذوا تنازلات اخرى، وتيقول واخا ما غنحصلش على شي تنازلات اخرى، راه كاين الحكم الذاتي على الطاوله. لا، خصنا نحيدوا داك الحكم الذاتي، ما يبقاش، ما غنديروش الحكم الذاتي. احنا في مركز قوه، احنا في الارض ديالنا، اللي بغى شي حاجه يمشي توصل للامم المتحده، او يمشي لجنوب افريقيا او الجزائر يطلب منه المساعده. والشعب الجزائري خصو يفهم ان المغرب دار بحسن الجوار بما فيه الكفايه. يكفي اننا ما كنطالبوش بالصحراء الشرقيه رسميا، وبغينا الوحده بين البلدين وتطوير التعاون. والشعب خصو يوعى ان الجزائر تتدخل مئات الملايير ديال الدولارات، راه خاصها تكون تقريبا بحال النرويج، لكن الفساد المالي زائد الرشاوة اللي كتعطى لدول العالم من اجل الاعتراف بالكيان الوهمي، زائد التسليح ديال المبالغ فيه كيفرغ الخزين. والجزائر في محنه، لانها ما عندهاش شي مداخل اخرى من غير الثروات ديال البلاد، والثروات راه ماشي ما كيدوموش لما لا نهايه. راه ضروري خاصك تطور الاقتصاد ديالك، وهادشي اللي ما داروش الجنرالات، لانهم كانوا مركزين فقط على اغناء روسيا ويشرو من عندها السلاح بالملايير ديال الملايير ديال الملايير. ولزيادة خنق وإحراج الجزائر، ملي كنهضر على الجزائر كنهضر على الحكومة، ما كنهضرش على الشعب، لأن يعني عارف بأن الحكومة ما عندهاش تمثيلية. الدليل هو أن الانتخابات الأخيرة حتى واحد ما صوت على عبد المجيد، وكان داكشي فيه تزوير، وكان عارف بأن الحكومة ما كتمثلش الشعب كامل. كاين واحد فئة من أتباع كبرانات أو ضباط فرنسا كيصفقوا لهم فيما مشاو، ولكن الفئة الكبيرة ديال الشعب الجزائري راه واعية وعارفة شنو كاين. المغرب منذ السنوات الأخيرة بدا كيتواصل مع نيجيريا، وكيحاول يتواصل معها لواحد الاتفاق يخليهم انهم يديروا واحد الانبوب من نيجيريا يوصل حتى لاوروبا.
اللي غيكون الطول ديالو اكثر من 5600 كيلومتر. تصوروا معايا اخوان 5600 كيلومتر، وغيدوز تقريبا على 16 دوله، ونيجيريا متحمسه بزاف هي والمغرب لهذا المشروع، وداروا لي دراسات جدوى ناجحه. والمشروع غادي يكلف هاد الدول كامله 16 دوله 25 مليار ديال الانشاء، اللي من بعد غادي يعود عليهم بالنفع، لانه مصاريف الكراء ديال الانبوب غتدخل لهم بزاف فلوس، زياده على الحصول على الغاز النيجيري اللي هو اصلا معروف بالنقاء ديالو والجوده العاليه ديالو في العالم كامل. وهي نيجيريا اول دوله افريقيه عندها اكبر مخزون تقريبا، وغتكون ضربه قاضيه لاداء الوحده الوطنيه، وهي بمثابه ضرب عصفورين بحجر واحد. كيفاش ضرب عصفورين بحجر واحد؟ فمن واحد الناحيه غتقطع الطريق على الجزائر اللي غتنقص ليها الكميه المصدره لاوروبا، هي عندها انابيب اخرى لايطاليا الميريا، ولكن ملي غتنقص الكميه غادي تنقص الخساره، ما غاديش تكون عندها تنافسيه، بحكم ان اسرائيل غادي تولي تصدر الغاز، روسيا ولات عندها جوج انابيب، نيجيريا غيولي عندها انبوب مباشره لاوروبا وامريكا والنرويج، يعني هي غتولي الحلقه الاضعف، وما عندهاش البترول، يعني غيولي عندها مشكل في الميزانيه ديال الدول، حيت ما غاديش يكونوا مداخيل كبيره من المجالات الاخرى، بحيث ان الجزائر ما كانش تطورت الاقتصاد ديالها. ومن ناحيه ثانيه، نيجيريا اللي حاليا كتدعم القضيه المفتعله الصحراويه غادي تولي في صف المغرب، وبذلك المغرب غادي يربح تأييد بلد قوي بحال نيجيريا اللي غيمرر الانبوب من الصحراء المغربيه، وغيعترف بالسيادة المغربية الكاملة. الشأن ديالو كشأن الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية اللي كتدخل أموال ديال الصيد البحري من طنجة الكويرة في ميزانية الدولة المغرب، وهذا اعتراف بحد ذاته بسحب مغربية الصحراء. الأنبوب غيكون بحري، يعني غيدوز قدام السواحل، حيت دابا غيكونوا تفرجوا فيها شي وحدين ديال البوليزاريو غيقول لك غادي نمشيو نحبسوا الأنبوب ونديروا تظاهرة، نجيبوا واحد ربعة الناس ونديروا لهم طنجرة والبطاطا وداك الشيء ونوقفوا ونغوتوا ونعطيهم الورقة ويهزوها. هو غادي يكون بحري، يعني غيدوز قدام السواحل ديال الصحراء المغربيه باش يضمنوا الامن ديالو، لان الامن ديال انبوب الغاز مهم جدا. الجزائر فيما مضى حاولت تدوز انبوب من نيجيريا عن طريق الصحراء الجزائريه ويدوز لاوروبا اللي كنقولوا عبر الساحل، لكنه ترفض، وعادي انه يترفض لانه كاين هناك جماعات مسلحه، بزاف جماعات، كاين الدواعش، كاين يعني خطر على داك الانبوب انه يدوز في الصحراء، وراه كنهضروا على الاف كيلومترات، يعني شكون غادي يحضر؟ غدير كل 300 متر غدير عسكري جزائري؟ ما يمكنش. وكاين جماعات مسلحه كما قلت بحال هذيك الجماعه اللي كاينه في تندوف، اللي ما فهمتش علاش الجزائر كتسلح واحد الجماعه من الناس وكتدربهم في الاراضي ديالهم، واش هما ميليشيا، واش هما دواعي، شنو هذوك الناس؟ فهم ما كينتميو لا للجيش الجزائري، وما هما جزائريين، وما كنعتبروهم مجرد ميليشيا مسلحه كتخلق الارهاب في جنوب المغرب وموريتانيا. وهاد القضيه هذه راه بداو الاوروبيين تيهضروا عليها، يعني الانبوب كان غيكون دائما في خطر كون داز من تما. نيجيريا متحمسه لان اوروبا من المناطق الكبرى والغنيه المسالكه للغاز واللي غتدخل ليها بزاف فلوس. اوروبا تساند المشروع، لان كيف ما كتعرفوا ملي غيتواجدوا بزاف مصدرين ديال الغاز، يعني نيجيريا، امريكا، روسيا، النرويج، الجزائر، المغرب بواحد الكميه اقل، ف غادي تضغط على المصدرين باش ينقصوا في الثمن، لان العرض كيكون كثير، ماشي بحال شحال هذه مثلا واحد الدوله هي اللي كتصدر لهم الغاز كدير بها ما بغات، كتختار الثمن اللي ما بغات. الفرق بين المغرب والجزائر هو ان اقتصاد المغرب متنوع وما كيعتمدش فقط على الثروات، ما كيعتمدش فقط على الفوسفات مثلا او الغاز اللي يلا لقاو دابا، ولكن كيعتمد على بزاف المجالات السياحيه، الفلاحيه، كاين المواني، كاين مشاريع كبرى، كاين استقطاب شركات خارجيه، كاين بزاف الحوايج. يعني ملي كنهضروا على عشرات المليون ديال السائح اللي كيدخلوا في العام، راه هي بحد ذاتها ثروه، كاين الثروه البحريه، يعني كاين بزاف الحوايج. خصنا غير نزيدوا محاربه مختلسي المال العام، ونحيدوا هذيك المقوله اللي معروفه ديال عفا الله عما سلف، يعني كيشفر يشفر في الاخر كنقولوا له عفا الله عما سلف، اللي حصل يودي. وبتفعيل قانون جديد ديال اللي غادي يكشف الثروات ديال المغاربه والاملاك ديال المغاربه في الخارج، نتمنى ان تكون محاسبات قانونيه، واخا يكونوا وناس عندهم مناصب عليا في المغرب. ونقصوا في ميزانية السلاح، اللي صراحة كنقول ان خصنا نقصوا ميزانية السلاح، ولكن صعيب نقص ميزانية السلاح وانت عندك واحد الجار حاكمه كبرانات او ضباط فرنسا، اللي الهدف ديالهم الوحيد هو انشاء حكم عسكري بالمغرب، فهما كيشكلوا ديما تهديد للنظام المغربي، اللي هو بالدور ديالو غادي يمشي غادي يحاول يصلح راسو، وغادي يولي هناك سباق في التسلح. وهادشي اللي كنشوفو، امريكا المغرب كيشري في الامريكان، الجزائر كتشري في روسيا، والشعوب كياكلوا الخبز وهذا.
في حين ان اقتصاد الجزائر 90% ديالو هو الغاز والبترول، وحاليا المداخيل ديال البترول نقصت بزاف، حنا غنهضروا على الغاز بواحد النسبه كبيره. داكشي علاش قلنا هي ورقه الضغط على الجزائر وايضا على اسبانيا اللي بالدور ديالها كدوز الغاز الجزائري لاوروبا من المغرب. فبعد 22 عام ديال استخدام الجزائر للانبوب، اليوم عندنا الغاز ديالنا وعندنا ايضا نيجيريا اللي غتدخل لنا بزاف فلوس اكثر من الجزائر. وبما ان حكماء الجزائر لا ينفكون اظهار عداوه وتاكيد القطيعه، فهذه فرصه تاريخيه باش نقول لهم عندكم الصح، غادي نحبسوا كل شيء، ونتمنى تسريع في انجاز مشروع مع نيجيريا لانه غادي يخلينا نربحوا 16 دوله اللي غتعترف بالقضيه الوطنيه ديال مغربيه الصحراء، منهم بزاف معترفين بها اصلا كالكوت ديفوار غامبيا وبزاف الدول معترفين بها، ولكن كاين بعض الدول اللي غدوز منهم من السواحل ديالهم الانبوب ما معترفينش بمغربيه الصحراء، وهذه هي الفرصه انك تاكد ان الصحراء مغربيه بهذه الطريقه. للاشاره فقط، انا ملي كنهضر على الجزائر هكا بالكلمه كار ما كنعنيش الشعب الجزائري، الاغلبيه الشعب الجزائري شعب عارفين وراقي ويعرف المصلحه ديالو، وفي الوقت اللي المعلومه ولات متاحه في السنوات الاخيره فهو عارف بان هو خصو يكون من اغنياء الدول وخصو يكون عايش واحد الرفاهيه، ولكن الشعب ديالو لا يستفيد وكيتناك بواحد القضايا ما كتنفعوش حتى شي حاجه، انني ندعم بوليزاريو او ندعم شي فئه من الفئات انها دير دويله هشه، فما غادي الجزائري ما غادي يستافد من حتى شي حاجه، المغربي ما غادي يستافد من حتى شي حاجه، هادوك ديال البوليزاريو هما اللي كيستافدوا، الدول اللي كياخذوا الفلوس من الجزائر باش يعترفوا بها فقط. لكن على الشعب ديالكم انه يعرف بان تعنت الحكام ديالكم هو معاداه للمغرب تاريخيه، يعني عقده تاريخيه فقط، وخص عاجلا تغيير سلوك الحكومه المغربيه مع هؤلاء الضباط، لان صافي بركه من سياسه التأني وسياسه الاعتدال، فراه ما يمكنش تدخل العقل ان الحكام ديال الجزائر ما كيفكروش في الامن ديال الاقتصاد ديالهم، كيعادي واحد الدوله اللي الانبوب ديال الغاز ديالها دايز منها. يعني شنو معني زعما نتا بان هذه القضيه هذه تبيانيه وغير مدروسه وغادي تقدر دير لهم مشاكل كثيره، وانا كنتمنى خالصا ماشي زعما ضد في الشعب الجزائري ولا شي حاجه، ولكن باش الناس يفيقوا، باش الناس يعرفوا بان هاد الناس كيلعبوا بكم، وهاد الناس ما كيفكروش الاقتصاد ديالكم، ما كيفكروش الرفاهيه ديالكم، هاد الناس معمرين لهم الراس بواحد القضيه ديال معاداه المغرب، نظام المغرب ما خصوش يبقى ملكي، خصو يتبدل. ونعطيكم واحد الدليل ان الجزائر ما خدتش الاستقلال ديالها 100%. شرحوا لي الجزائري اللي كيتفرجوا كيفاش ان شعب ضحى بمئات الالاف ديال الجزائري، علاش قلت مئات الالاف؟ لان ديك القضيه ديال المليون فيها بزاف الهضره. المهم مئات الالاف ديال الجزائريين عانوا تقريبا 130 سنه ديال الاستعمار، وفاش خداو الاستقلال في 62، يعني حنا كنا فاهمين كاملين بان فرنسا تطردات، ولكن فرنسا ما تطردات علاش؟ لانه الدليل الكبير على ان فرنسا بقات وما استقلتش الجزائر 100% هو انه استمروا في التجارب النوويه في الصحراء الجزائريه حتى 1966. فكيف يعقل انك انت حاربتي وعطيتي الدماء ديال الشهداء ديالك في سبيل واحد الضحيه ضد واحد المستعمر، وخليتي هذاك المستعمر واخا انت بين قوسين خديتي استقلال، خليتي المستعمر كيدير تجارب نوويه، وانت عارف ان ديك التجارب النوويه غادي تقتل بزاف الالاف ديال البشر، وغتولي الصحراء ديالك مزبله ديال النفايات النوويه اللي ما غيتحيدو حتى دوز 2000 عام. يعني هذه القضيه دي شنو معنيتها؟ معنيتها ان الضباط الفرنسيين هما اللي كانوا شادين الحكم، وهما اللي داروا الانقلابات، شوفوا شحال من انقلاب وقع من مورا الثوره الجزائريه، هما اللي داروا الانقلابات باش ياخذوا وباش يقتلوا الثوره الجزائريه، وفعلا نجحوا في هذه القضيه، لانه لا يعقل انك طردتي واحد الدوله اللي سميتها فرنسا وبقات من 62 حتى من 60 من 1960 حتى 1966 وهي كدير التجارب النوويه ديالها، يعني القضيه فيها ان المهم من هادشي كامل، الجهات في الجزائر متخوفه من عدم موافقه المغرب تجديد كراء الانبوب ديال الغاز، خاصه كما قلنا مع بدء تصدير ديال الغاز المغربي، وايضا نقص في المداخل الانبوب الجزائري، لان في 2019 اوروبا نقصت الكوموند ديالها من عند الجاره الجزائر، قالت لهم نقصوا شويه من الغاز لاننا غناخذوا من عند روسيا، وبذلك هي نقصت من المداخل ديال كراء الانبوب للمغرب. يعني المغرب في القضيه هذه اصلا ما ربحش بزاف، يعني يمكن لي انه يحبس باش نخليو الخساره كامله عند الجزائر، ونتمنوا ان المغرب يستخدم الارادات ديال الغاز المغربي وكراء الانبوب لنيجيريا في التنميه ديال البلاد البشريه، وادماج العمال المغاربه في هذا المجال باش يكتسبوا تجربه، لانه
ما يمكنش ان عندنا ثروات والشركات الاجنبيه هما اللي كيجيو كيستغلوا الثروات. حنا بغينا شركات مغربيه ديال التنقيب، شركات مغربيه ديال الاستقلال، باش نستغلوا الثروه ديالنا 100%. وحذاري حذاري من الفساد المالي او تبذير الميزانيه في صفقه السلاح. حنا بغينا الفلوس يتزادوا، نحيدوا عندنا القروض اللي عندنا، ننميو الشعب، نخدموا شويه التنميه البشريه. هذاك المشروع ديال التنميه البشريه اللي كان راه مشروع فاشل، المغرب كان تيصاب غير الطرقان وكيصاب غير الموانئ وكيصاب غير المطارات يعني في البنيه التحتيه حنا مكلاسين 48 عالميا. هادشي مزيان مزيان لان هادشي كيجيب لك استثمارات، ولكن خصنا نشوفوا في التنميه البشريه راه هي الاساس، لان الثروه ديال الشعب راه ماشي هما الثروات، الثروات راه كيمشيو كيتحيدوا، الثروه ديال الشعب هو البشر ديالها، هو الناس اللي فيها. نحيدوا الاميه، نحيدوا بزاف الحوايج. مع الاسف انني كنطالب ان نقطعوا انبوبه الغاز مع الجزائر، شحال من واحد غادي تصدم، ولكن انا ما نصدمش لانهم هما الحكام ديال الدوله هذه بغاو ان نقطعوا العلاقات الاقتصاديه والماديه والسياسيه واي حاجه بغيتي تهضر عليها. يعني هذه الفرصه اننا نبينوا اليوم بانهم حنا راه ما محتاجينهمش، الحدود راه محبوسين شحال هذه وعايشين الحمد لله، الحمد لله وشاكرين كما تنقول. كاين شويه الفساد، كاين شحال من حاجه، ولكن بشويه بشويه، لان باش دير نهضه ديمقراطيه كما تنقولوا خاص يكون عندك واحد الاساس. الاساس هو ما عندناش هاد الساعه، عندنا بزاف الاميه، عندنا بزاف الناس انتهازيين. يعني شكون شنو هو البديل؟ ما كاينش البديل، لان واحد الحاجه بعدا ما خصناش نهضروا عليها، من المسلمات الملكيه راه ما كتحيدش، الملكيه غادي تبقى، لان هذيك هو صمام الامان ديال الدوله هذه منذ قرون. يعني كتشوفوا شنو وقع في الدول الجاره ديالنا، استعمروهم شحال من حاجه، والدوله ديالنا بقات صامده لواحد المده طويله، وقعوا ازمات ماليه شحال من حاجه، ولكن كتوقع في اي دول. ولكن صمام الامان ديالنا هو الملكيه، ولكن محاربه الفساد ديال هاد الشركات الكبار، ديال هاد الناس اللي كيسرقوا الثروات، ديال هاد الناس اللي كيهربوا الفلوس، ضروره محتمه. والتنميه البشريه مهمه جدا. المهم هذا موضوع بحد ذاته اللي غادي نهضر فيه، غادي نهضر فيه مده طويله. وكيف ما كتشوفوا، كون قبلوا حكم الجزائر التعاون مع الجاره ديالهم المغرب، ما كانش غيفكر المغرب في نيجيريا، ما كانش غيفكر المغرب انه يشري صفقات سلاح مبالغ فيها بحال وبحال الجزائر، انه يمشي يستعان بامريكا لخلق توازن القوة مع الجزائر اللي هي معروفة روسية. وخا هاد القضية ديال الجزائر زعما روسية اللي كتساندها، ما تفهمت ليش في لافير ديال حفتر، لان الجزائر كتقول بان روسيا معانا، ولكن في نفس الوقت راه هي روسيا كتدعم حفتر، وحفتر كيشكل واحد التهديد على تونس وعلى الجزائر، لان حفتر مسنود من الامارات والسعودية ومصر، اللي ما باغينش بان الديمقراطيه تولي في العرب، عند العرب باغين ان كاع الدول اللي كيديروا ثروات انهم يتحطموا بحال سوريا، باش الشعوب تولي تخاف. فالهدف ديال حفتر هو انه من بعد ملي يستولي على ليبيا، فهو غادي يقدر يهاجم تونس او انه يحل مشاكل ديال الحدود اللي مع الجزائر اللي كان تيهضر عليهم شحال هادي. والقياده ديال الجزائر ما تدير حتى لعبه من غير معادات الملكيه والنظام المغربي. بلا ما نفكركم بكلام بومدين اللي قال هكا في الفيديو مصور، راه كان في اليوتيوب دخلوا شوفوه، قال علانيه خساره ما كملناش النزاع مع المغرب المفتعل ديال داكشي ديال فيكيك وداكشي ديال حرب الرمال، باش نقلبوا على النظام ديالو وباش نبدلوا النظام ديالو. فكفانا من التدخل في شؤون الغير والايديولوجيات الباليه والانتحاد اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وهادشي ما عمره غيكون مع حد ضباط فرنسا مازال حاكمين الجزائر. كنتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنساوش لايك وبارتاج وتعليق للتحفيز ديالنا باش اننا نزيدو قدام ونعطيكم مواضيع جديده. الا نسيت شي نقطه مرحبا خليوها لي في التعليق. مرحبا بالانتقادات ديالكم ايضا، لكن عافاكم باحترام، حنا ما جايينش انا نتسابوا، حنا جايين هنا نهضروا على مواضيع اللي غادي نقدروا نستافدوا منها. يعني نحاولوا نحيدوا داكشي ديال الفتنه والدبزو بيناتنا، حنا عارفين بان معمر الحكومه كانت كتمثل الشعوب. المهم ما نزيدش نطول عليكم، بركه. كان معكم حاتم من قناه غوكه انفو، السلام عليكم وتحيه للشعوب الواعيه، وان شاء الله تكون النهضه اللي غتبدا في منطقه ديال المغرب العربي، والحمد لله هي باديه في تونس، واخا كاين ضغوطات والامارات ومصر وباغيين يفشلوا هذه التجربه هذه، ولكن راه ما غاديين الحمد لله لقدام. كان معكم حاتم من قناه غوكه انفو، السلام عليكم.